أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سوف تتعلم ما هي الأيندوم سؤور، والتي تسمى باللغة العربية ضمائر الملكية. أيندوم سؤور توضح لنا من الذي يملك الشيء وتصرف حسب الشيء الذي يمتلك. أيندوم سؤور أي ضمائر وصفات الملكية تخبرنا من الذي يمتلك شيئا ما. نأخذ بعض الأمثلة. ياي أنا، لأن أتحدث عن نفسي. They are mean bill. هذه سيارتي. Do أنت، أتحدث مع الشخص المقابل. They are dean bill. هذه سيارتك. Han هو، أتحدث عن الغائب المذكر. They are Hans bill. هذه سيارته. Hun هي، أتحدث عن الغائب المؤنث. They are Hennes bill. هذه سيارتها. Vår نحن، نحن أي جمع. They are vår bil. هذه سيارتنا. Dere أنتم، المقابل حالة الجمع. They are deres bil. هذه سيارتكم. دي هم، الغائب حالة الجمع. They are deres bil. هذه سيارتهم. إذا وقعت الأيندوم سؤور قبل السوبستانتيف أي الاسم، سوف تكون السوبستانتيف غير معرفة أي إي أو بستمت فورم. ولكن إذا وقعت الأيندوم سؤور بعد السوبستانتيف، ستكون السوبستانتيف أي الاسم بالصيغة المعرفة أي إي بستمت فورم. نأخذ بعض الأمثلة. They are mean ball. هذه كرتي. They are ballen min. هذه الكرة لي. نلاحظ في المثال الأول أيندوم سؤور مين تقع قبل الاسم اللي هو البال، الكرة، ولهذا أتى الاسم بصيغة الغير معرف وبستمت فورم. وفي المثال الثاني دي آر بالن مين، نلاحظ الأيندوم سؤور جاء بعد الاسم، ولهذا نلاحظ أن الاسم جاء بصيغة المعرف بالن. كذلك بالأمثلة الآتية. دي آر دين بال. دي آر بالن دين. دي آر هانس بال. دي آر بالن هانس. دي آر هنس بال. دي آر بالن هنس. دي آر فورة بارن. دي آر بارنا فورة. دي آر ديرس بارن. دي آر بارنا ديرس. دي آر ديرس بارن. دي آر بارنا ديرس. والآن هل تتذكر ما هي الأيندوم سؤور؟ وهل تتذكر متى تقع السوبستانتيف بصيغة المعرف بستمت فورم وصيغة غير المعرف بالنسبة للأيندوم سؤور؟ إذا لم تتذكر شاهد الفيديو مرة أخرى. شكرا على حسن المشاهدة والاستماع.